ولد اجي بعياد الميلاد. والله اي ليش لا؟ اي والله وتسوي لنا غير تخفيضات ما عندي بالله كيفكم معزمون. بس يصير صبري وتسوي لنا تخفيض تيسير لان احنا راح نصير اصدقاء لو لا؟ تدللون نسوي لكم ديسكاونت. ديسكاونت عمنا حركات ديسكاونت. اي تخفيض تسوي لنا يعني تسوي لنا تخفيض على الحفله مال عيد ميلاد مالتي. بارق انت معزوم اول واحد نارو تبي عيده نفتح لك كاونت. ليش؟ الله تم نجيك راح اجيب تيسير بعيد ميلادي وتغني لي بعيد ميلادي. انت شنو؟ الشباب لا سؤال ماني. شباب اريد اشتري من هذا الكرسي. شباب هذا الكرسي اريد اشتري من عنده. انا دلي كان انا دلي كان بعدين دز ليش بالخاص ودليك. انا دلي على الكنز العظيم شارع الصناعه. بس الراده وينه؟ هم يمك بعدين انا دليك. وين منين اريد اشتري واحد من عندك؟ ولازم اشتري واحد بعد شنو هاي الوضعيه هاي؟ لا بالعكس اريد اشتري من هذا الكرسي منين نجيبه؟ شو قلت لك انا بالخاص راح ادز لك وافهمك وادليك بالزبط. طبعا بارق كذب هذا يريد يسوي حجه حتى يفتح وياك موضوع بالخاص ويبدي صديقتي صديقتي تيسير صديقتي وذاته صديقتك عادي ترى احنا اصلا اكثر واحد عفوي وما يكذب وحباب هو بارق. شنو قصدك؟ يعني انا عكس الكلمات اللي انا قلت يا ابوجي يعني انا كذاب ومو عفوي لا 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 ما اعرفك لا لا بس حباب 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 اي من تمدحين واحد قدام واحد ثاني معناته تذمين الثاني عيب عليك انت ما تعرفيني قاعد تغلطين علي ليش؟ ما غلطت عمو انا ما غلطت عليك محمد لا تحشش علي وتنصب علي. ليش انصب عليك؟ لا العفو العشاش يعني قابل ميز لا بس يعني قصدي انت تقولي له هو مو كذاب يعني معناته انا كذاب؟ هو مو الولد حباب واني انت انت حباب ايش بيك لا؟ توش قلت ما اعرفك شو وقت عرفتيني حباب اذا هنا لو دجاجين لو كذاب هسه ما بتسوي هسه قابل هسه انت مجرم لا مو مجرم ترى طرت حكمك ها طرت حكمك شايف احكام شو وصلت نار افتح جوله بحيث تيسير تخسر عندي احكام هو اكيد انا راح اخسر تعال محمد اكيد راح اخسر يلا